السلام عليكم ورحمة الله. الشباب كي جايين بخير؟ لاباس عليكم؟ كل شيء مزيان؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نديروا التتمة في الدرس ديال الدراسة الدالة. كنا اخر حاجة توقفنا فيها في الفيديو السابق هي جدول التغيرات، طابلو دو فارياسيون، وريناكم كيفاش كندوزو من الملصقة يعني باش نخرج طابلو دو فارياسيون. اليوم ان شاء الله غادي نشوف واحد جوج فقرات مهمين في الدرس ديال الدراسة الدالة، يعني الفقرة الاولى اللي هي محور تماثل اكس دي سيميتريك، والفقرة الثانية مركز تماثل سونتر دو سيميتريك. مزيان، كل حاجة غادي نعطيوها القاعدة ديالها. بالنسبة لمحور التماثل، اشنو كيعطيني في هاد لاكس دو سيميتريك؟ كيعطيني واحد المستقيم، كيقول لي مثلا اكس كتساوي ا، اكس كتساوي ا محور تماثل، اكس كتساوي ا محور تماثل. إذا بغينا نبينو ان اكس كتساوي ا محور تماثل، عندنا واحد جوج ديال الشروط خاص ضروري نتيقنوا منهم، ضروري واحد جوج ديال الشروط فيما يخص هذه الفقره الاولى اللي هي محور التماثل، جوج ديال الشروط نكتبهم ليك وديك الساعه ندوزو نخدمهم في واحد التمرين تطبيقي. مزيان، دونك بالنسبه للشرط الاول كيقول لي ان جوج فوا ا ناقص اكس تتنتمي للدي دو اف، هذا فيما يخص الشرط الاول. يعني خاصنا نتيقنوا من الشرط الاول هو الاول، عاد ديك الساعه ندوزو للشرط الثاني. الشرط الثاني اشنو تيقول لي؟ اف ديال جوج ا ناقص اكس تتساوي اف ديال اكس. تفهمنا؟ يعني عندنا جوج ديال الشروط، بالنسبه للشرط الاول جوج ا ناقص اكس تتنتمي لدو دي اف، والشرط الثاني اف ديال دو ا ناقص اكس كتساوي اف ديال اكس. مزيان، ندوزو لاش الفقره الثانيه اللي هي مركز التماثل. بالنسبه لهذا السونتر ديال سيميتريك كيعطينا اش؟ كيعطينا نقطه اللي كيكون عندها اوف سول ا وكيكون عندها اورتو. مزيان، هنايا كيكون عندنا مستقيم، هنا كتكون عندنا نقطه. مزيان، بالنسبه للشروط هنا كاينين جوج، حتى هنا كذلك كاينين جوج. الشرط الاول بحالو بحال الشرط الاول هنايا، اشنو هو؟ هو جوج في ا ناقص اكس تتنتمي للدي دو اف. يعني رد معايا البال، بالنسبه للشرط الاول في مركز التماثل ومحور التماثل راه بحال بحال. الشرط الثاني اشنو هو؟ كيختلفوا بيان سور، اف ديال جوج ا ناقص اكس زائد اف ديال اكس تتساوي جوج فوا بي. يعني هادو هما الشروط ديال محور تماثل لاكس دي سيميتريك ومركز تماثل سونتر دي سيميتريك، هادو هما الشروط. يعني هنايا كيكون عندنا مستقيم وهنايا كتكون عندنا نقطة، يعني السؤال اللي كيكون محور تماثل ولا مركز تماثل تطبيق مباشر للقاعدة. مزيان، نحاولوا نديروا واحد التمرين دابا ونديروا تطبيق مباشر لهذا الشيء اللي شفنا في القاعدة. أول حاجة نشوف شنو عندنا في هذا التمرين الأولاني. دونك هنايا التمرين الأولاني، السؤال الأول قال لي بين أن إكس كتساوي أ محور تماثل للسي إف، مونتخي كو إكس إتيكال أ أكس دو سيميتريك بور سي إف. مزيان، هنا عطاني الدالة الأولى وعطاني المعادلة ديال المستقيم إكس كتساوي واحد، هنا عطانا الدالة الثانية وعطاني المستقيم إكس كتساوي جوج. مزيان، لابارتي دو من التمرين الثاني، بين أن إكس إي عفوا اللي عندها أ و بي مركز تماثل، مونتخي كو إي اللي عندها أ في الأوف سول و بي في الأسلوب سونتر دو سيميتريك بور سي إف. عندنا إف دو إكس حدودية وعندنا إي فيها واحد ناقص واحد، عندنا الدالة الثانية اف دو اكس كتساوي اكس ناقص واحد على اكس زائد واحد، وعندنا اي فيها ناقص واحد واحد. مزيان، يعني هنايا بينا نديرو تطبيق مباشر لهذه القاعدة اللي حطينا هنايا. انت بدا معايا ايطاب باغ ايطاب، اشنو عندك هنايا؟ في الاول عندك اش؟ محور تماثل. مزيان، بينا نجيب واحد الورقة هنايا ونبداو ندير الكوريكسيون ديال هذا الشيء هذا. شوف معايا، هي القاعدة حدايا ياك، يعني مع المدة كتخدم تمارين كتلصق القاعده، ما تنساش تحفظ القاعده، لا حطها حداك يعني في التمرين الاول في التمرين الثاني، مع المده
الدماغ ديالك بيستوعب هذيك القاعده وبيحفظها اوتوماتيكمون. دونك هنايا شنو عندنا؟ عندنا جوج فاش في ا اللي هي ا في هذه الحاله شنو هي؟ هي واحد، مزيان، يعني جوج في واحد ناقص اكس كتنتمي للد اف، مزيان. والشرط الثاني اشنو هو؟ هو اف ديال جوج ا اللي في هذه الحاله هي واحد ناقص اكس، هادشي كيساوي اف ديال اكس. عندنا اكس راه كتساوي واحد، مزيان. يعني هاد ا اللي كتكون عندنا في القاعده اكس كتساوي ا، فهاد الحاله اكس كتساوي واحد، حيدت ا وعوضتها بواحد باش نحط الشروط هنايا ونمشي نخدم على بركه الله. دونك هاد القاعده نحيدها وهاد التمرين نخلوه بلاصتي باش نقول القواعد، مزيان، عفوا باش نقول المعطيات. اول حاجه عندنا اش داله اف، اف دو اكس كتساوي جوج اكس اس اثنان ناقص 4 اكس ناقص 3، وعندنا اكس كتساوي واحد، مزيان. بالنسبه لاول حاجه خاصنا نحددوا الدومين دو ديفينيسيون، مجموعه التعريف. بالنسبه لهذه عندنا داله حدوديه، يعني دي دو اف ديالي شنو هو؟ دي دو اف ديالي هو اخ، ما نحتاج لا ندير لا تعليل لا والو، الدوال الحدوديه تكونوا معرفين على اخ، مزيان. دابا عاد نمشيو شوف معايا الشرط الاولاني، هذا الشرط الاولاني وهذا الشرط الثاني. دونك هنايا عندنا الشرط الاول خاصنا نتيقنوا منه والشرط الثاني خاصنا نتيقنوا منه. شوف معايا شنو عندنا في الشرط الاول، جوج فوا ا ناقص اكس، قلنا ا في هذه الحاله هي واحد، هي شحال؟ هي جوج ناقص اكس، خاصنا نبينوها انها كتنتمي للدي دو اف. الا عندك انت اكس كتنتمي لاغ، واش جوج ناقص اكس غادي تنتمي لاغ ولا لا؟ بيان سور غادي تنتمي. دونك هنايا لقينا ان اكس كتنتمي لاغ، منين جبنا اغ هي مجموعه ديال التعريف. يعني الا كان اكس كتنتمي لاغ راه حتى جوج ناقص اكس كتنتمي لاغ، يعني راه عندنا اغ جميع الاعداد، مزيان. في مثال اخر غادي نحاولوا، الا ما كانش عندنا اغ غادي نحاولوا نوريك كيفاش كنديروا التعصير ديال هاد جوج ناقص اكس، حتى هي خاصنا نبينوا انها كتنتمي للدي دو اف، مزيان. دابا غادي نمشيو لاش للشرط الثاني، اشنا هو الشرط الثاني؟ هو اف ديال جوج في واحد ناقص اكس كتساوي اف ديال اكس. اول حاجه هنايا جوج في واحد هي شحال؟ هي جوج، مزيان. جوج ناقص اكس خاصها تساوي ليا اف ديال اكس. اول حاجه نجي نحسب هادي. دونك اشنا عندنا هنايا؟ اف ديال جوج في واحد ناقص اكس اشنو كتساوي ليا؟ هي اف ديال جوج ناقص اكس، مزيان. يعني غادي نمشيو نحسبو اف ديال جوج ناقص اكس في الداله اللي عندي هي هادي، في المكان اكس نعوضها بهذا التعبير، وفي الاخر خاصنا نلقاها كتساوي اف ديال اكس. اجي معايا نحسبو معايا، هاد اف هادي اف دو اكس كتساوي جوج اكس او كاري ناقص 4 اكس ناقص 3. حنا غادي نحيدو اكس ونعوضها بجوج ناقص اكس، يعني اف ديال جوج ناقص اكس كتساوي اش؟ جوج عامل هاد اكس باش نعوضوها بجوج ناقص اكس، هاي جوج ناقص اكس الكل اس اثنان ناقص اربعة، عامل هاد اكس باش تعوض بجوج ناقص اكس، هاي جوج ناقص اكس زائد ناقص تلاتة تتساوي جوج عامل. هنا عندك مطابقة هامة، عندك تمشي تنشر هادي هنا، لا عندك هذا فيه الأس، يعني نشر هذه مطابقة هامة. عندك هنا مطابقة هامة من الدرجة الثانية، هي اش؟ هي أ ناقص بي على كل أس اثنان، يعني هي جوج أس اثنان هي ربعة ناقص جوج القاعدة في أ في بي هي ربعة إكس زائد بي أس اثنان هي إكس أس اثنان، مزيان. نسد القوس ديالي هنايا، هاد ناقص ربعة نشرها، ما كاين لا أس لا والو نشر. ناقص ربعة في جوج هي ناقص ثمانية، وناقص ربعة في ناقص إكس هي زائد ربعة إكس ناقص ثلاثة. دابا عاد جي نشر معايا هاد جوج، دونك جوج في ربعة هي ثمانية، جوج في ناقص ربعة إكس هي ناقص ثمانية إكس، وجوج في زائد إكس أس اثنان هي زائد جوج إكس أس اثنان ناقص ثمانية زائد ربعة إكس ناقص ثلاثة، مزيان تتساوي. شوف معايا هذا اللي فيه الاوكاري مع اللي فيه الاوكاري ما كاينش، يبقى عندك هذا بوحدو هي جوج اكس اوكار، مزيان. هذا دابا نحسبوا اللي فيهم اكس، ناقص 8 اكس زائد 4 اكس هي شحال؟ هي ناقص 4 اكس، و 8 ناقص 8 مشات بقات عندنا ناقص 3،
وشوف معايا هذا التعبير اشنو خاصو يساوي ليا اف دو اكس. شوف معايا اف دو اكس اشنو فيها، فيها جوج اكس او كاري ها هي، ناقص ربع اكس ها هي، ناقص 3 ها هي، يعني هذا التعبير كيساوي اش، كيساوي اف ديال اكس. يعني الشرط الاول لقيناه والشرط الثاني لقيناه، يعني شنو غنقول هنايا؟ اذا اكس كتساوي واحد محور تماثل للسيل اف، دونك اكس ايتيغال ان اكس دو سيميتريك بور سي اف. مزيان، دونك المثال الاولاني هنايا ديال هاد الداله هادي طبقت عليه مباشره القاعده اللي كتقول لي ها هي القاعده العامه سيدي. يعني عندنا الشرط الاول جوج ا ناقص اكس خاصها تنتمي لل دي اف، عندنا ا د ا باش كنعوضها بهذا التعبير اللي عندك هنا، هاد القيمه كانت موجبه كتبقى موجبه، كانت سالبه كتبقى سالبه. كنمشيو للشرط الثاني، عفوا الشرط الاولاني قلنا جوج ا ناقص اكس كتنتمي لل دي اف، و اف ديال جوج ا ناقص اكس كتساوي اف ديال اكس، يعني هاد الشروط بجوجهم لقيناهم انهم تيتحققوا ليا فاش فهاد الداله. بينا ان جوج في واحد ناقص اكس كتنتمي لل دي اف، و اف ديال جوج ناقص اكس كتساوي اف دو اكس. ها هي نعم اسيدي، يعني هنايا حيدنا المثال الاول. نمشيو للمثال الثاني، اشنو عندنا في المثال الثاني؟ عندنا واحد الداله جذريه وعندنا اكس كتساوي جوج، نفس القضيه اللي درنا يعني في المثال الاولاني عاد نحاولوا نطبقوها في المثال الثاني. دونك هنايا نكتبوا القاعده اللي عندنا ها هي، دابا خدامين حنا في مركز التماثل. مزيان، يعني شوف معايا مركز التماثل شنو كتقول لي. جوج في ا ناقص اكس كتنتمي لل دي اف، اشنو هي ا في هذه الحاله؟ هي جوج، يعني اش جوج فوا جوج ناقص اكس كتنتمي للدي اف، وشنو اخر عندنا اف ديال جوج فوا ا ناقص اكس كتساوي اف ديال اكس. مزيان، يعني هنايا حطينا القاعده اللي بغينا نحسبو على بركه الله. نبداو بالتمرين. دونك اول حاجه بالنسبه لهاد الداله هادي خاصنا نحددو الدي اف دائما، اي داله سواء بتخدم عليها مركز تماثل ولا محور تماثل ضروري تخرج الدي اف. دونك الدي اف ديالي هنايا بالنسبه لهاد الداله هادي عندنا داله جذريه. مزيان، يعني هاد الداله الجذريه هاد المقام خاصو يخالف لنا صفر. دونك الدي اف تتساوي كيلكو سوا اكس ابارتيان دو اف، اشنو عندنا اكس او كاري ناقص ربع اكس كتخالف صفر، المقام خاصو يخالف ليا الصفر. مزيان، هاي هادي ما نديرو ليها لا دلتا لا والو، يمكن ليا اش نعمل باكس هنايا. دونك اكس عامل لي اكس ناقص 4 كتخالف صفر، يعني اكس كتخالف صفر او اكس كتخالف 4 فاش كتكون يساوي بحال بحال يخالف. فاش كنقول لك مثلا ا في بي كتساوي صفر، يعني اش يعني ا كتساوي صفر او بي كتساوي صفر، داكشي اللي كينطبق عليك على يساوي بحال بحال يخالف. مازال يعني اكس بنحيدو منها صفر وبلا نحيدو منها اش 4. مزيان، يعني اش هي اغ محرومه من اش من صفر او 4. مزيان، يعني هذه هي الدي اف ديالي. دابا اشنو عاد نمشيو نديرو؟ عادي نمشيو اش نبينو ان جوج في جوج اللي هي 4 ناقص اكس كتنتمي للدي اف. مزيان، اجي معايا هنايا اشنو عندك؟ عندك اكس كتخالف صفر وعندك اكس كتخالف ليا اش 4. مزيان، يعني بلا نأطرو هاد التعبير اللي هو جوج في جوج اللي هو 4 ناقص اكس خاصها تنتمي للدي اف. يعني عندك اكس كتخالف زيرو اكس كتخالف ليك 4، أطر ليا 4 ناقص اكس. اول حاجه بلا نأطرو هي ناقص اكس، يعني بلا نضرب في ناقص هنايا وبلا نضرب في ناقص هنا. اش بيوقع عندنا هنايا؟ بتكون عندنا هنايا ناقص اكس تا هي كتخالف ليا صفر، وحتى هنا ناقص اكس كتخالف ليا اش ناقص 4. مزيان، عندك هنا 4 بينا نزيدو 4 في كلتا الطرفين، نزيدو 4 هنايا ونزيدو 4 هنايا. الا زدنا هنا 4، 4 ناقص اكس كتخالف ليا 0 زائد 4 هي 4، وهنا يبقى عطينا 4 ناقص اكس
بينا نزيدو 4 هنايا ناقص 4 زائد 4 هي صفر. يعني هذا الشرط الاول لقينا انه كيتحقق. يعني كانت عندنا في الاول اكس كتخلف لي صفر واكس كتخلف لي 4، مشينا اثرنا 4 ناقص اكس حتى هي لقيناها كتخلف لي 4 وكتخلف لي صفر. مازين دابا اش بينا ندوزو اش للشرط الثاني. دابا الشرط الاول تيقنا منه، بينا ندوزو للشرط الثاني. الشرط الثاني اشنا هو؟ كيقول لي اف ديال جوج في جوج، يعني هاد جوج منين جبناها هي ديال ا، هي اكس كتساوي ا في هاد الحاله اللي هي جوج ناقص اكس كتساوي اف دو اكس. نمشي نحسب اول حاجه اشنو عندنا اف ديال اكس. شوف اف ديال اكس اشنو كتساوي، كتساوي 4 على اكس او كاري ناقص 4 اكس. هاد اكس باش بتعوضها بهذا التعبير اللي هو 4 ناقص اكس، نحسبوه هنايا 4 ناقص اكس خاصها تساوي لي اف دو اكس. يعني اجي معايا انا غادي نحيدو اكس ونحطو بلاصتها 4 ناقص اكس، ها هي كتساوي فين ما كان اكس بغيت نحط بلاصتو 4 ناقص اكس. 4 مقسمه هنا عندك اكس وكاري، حيد الاكس وحط بلاصتها 4 ناقص اكس اس 2 ناقص 4 عامل لي اش 4 ناقص اكس. مزيان اش خاصو يساوي لنا هادشي؟ خاصو يساوي لي اف دو اكس اللي هي انطلقنا منها من الاول. دونك هنايا جو نحسبو معايا تتساوي. دونك هنا عندك 4، هذه مطابقة هامة. أ ناقص بي الكل أس 2 هي 4 أس 2 هي 16 ناقص جوج في أ في بي هي جوج في 4 في إكس هي 8 إكس زائد إكس أس 2 هاي. يلا نشر معايا ناقص 4 في 4 هي ناقص 16 وناقص 4 إكس في ناقص إكس هي شحال؟ هي زائد 4 إكس. مازال يلا دابا نحسب معايا 16 مع ناقص 16 مشى، يعني هذا الله يعاونهم يعني مشات لي واحد 16 مع واحد 16 يا يعني نكملوا. دونك هنايا اكس او كاري بقات بوحدها، هاي اكس او كار يعني اللي بقات بوحدها نخليها هي اكس او كار ناقص 8 اكس زائد 4 اكس هي شحال؟ هي ناقص 4 اكس. هنا ما بقى عندك ما تحسب، سال الحساب شوف معايا هذا شحال كيساوي. هاو 4 ها هي 4 اكس او كاري ها هي اكس او كاري ناقص 4 اكس ها هي ناقص 4 اكس. يعني هذا شحال كيساوي ليا؟ كيساوي ليا اف ديال اكس. اذا اكس اللي كتساوي ليا جوج محور تمادل لي سي اف. دونك x est égal à 2 axe symétrie pour CF. مزيان يعني المثال الاول خدمناه بنفس القاعده ديال محور التماثل، والمثال الثاني حتى هو خدمناه بنفس القضيه ديال محور التماثل. مزيان نتمنى تكون الفقره الاولى مفهوم. دابا اش بينا ندوزو لاش الفقرة الثانية. اشنو كتقول لي الفقرة الثانية؟ بين ان اي اللي عندها ا بي اللي عندها الافصول ا وعندها الارتو بي مالها مركز تماثل اللي كنهضر دابا على اش سونتر دو سيميتري ديال سي اف. مزيان القاعدة اشنو كتقول لي؟ ها هي نعم سيدي شوف معايا الشرط الاول بحالو بحال الشرط الاول، كيف كنتي خدام في محور التماثل كيف كنتي خدام في مركز التماثل. مزيان الشرط الثاني اشنا هو؟ هو اللي تيختلفوا البداية راه بحال بحال، غير هنايا عوض تنحسبو مباشرة كتساوي اف دو اكس، هنا كنزيدو ان هادشي كنزيدو عليه هنايا خاصو يساوي ليا جوج في بي. مزيان دابا شنو غادي نديرو؟ نمشيو للمثال الاول نخدموه حتى هو على بركة الله. نبداو بالنسبة للمثال الاول. دونك اشنو عندي هنايا؟ عندنا اف دو اكس ها هي نعم سيدي هي كتساوي اكس اس 3 ناقص 3 اكس اس 2 زائد واحد. مزيان قلنا فاش كنهضر على مركز التماثل خاصها تعطيني نقطة، النقطة ضروري تعطيني الأفصول والأرتوب. هنا الأفصول هي واحد والأرتوب هي ناقص واحد. مزيان دابا أول حاجة كنديرو كنخرجو مجموعة التعريف الدومين دو ديفينيسيون ديالي. دونك هنايا الدائف هي حيتاش هادي دالة حدودية. مزيان عادي ندوزو لاش نحسب اش الشرط الاول. اشنو كيقول لي الشرط الاول؟ جوج في ا ناقص اكس، ا قلنا هي الافصول، شحال الافصول في هذه الحاله؟ هي جوج هي واحد.
الاصول في هذه الحاله هي واحد، اللي ملي دير جوج في واحد ناقص اكس، جوج في واحد هي جوج ناقص اكس خاصها تنتمي ليا للدي اف. دونك اشنو عندنا؟ عندنا اكس كتنتمي للار، راه حتى جوج ناقص اكس كتنتمي للار بيان سور. مزيان، يعني الشرط الاول راه باين، بناء اش نمشيو للشرط الثاني. اشنو كيقول لي في الشرط الثاني؟ القاعده ها هي العام سيدي، اف ديال جوج ا ناقص اكس، قلنا ا في هذه الحاله هي اش؟ هي واحد، الاصول هي واحد. مزيان، يعني كتب معايا القاعده، اف ديال جوج ناقص اكس مالها؟ بينا نزيدو عليها اف ديال اكس، اييه، وبيعطينا جوج في بي، بي في هذه الحاله هو ناقص واحد. ها يعني اللي خاصك توصل ليه، الا وصلتي لهذا يعني المرحله صافي راه لقيتي الجواب اللي عندك. يلا اجي معايا دابا، اش من جديد دير؟ بتمشي تحسب هذه وتزيد عليها الداله، خاصك تلقى هذا. يلا اجي معايا، اف ديال جوج ناقص اكس شنو كتساوي؟ كتساوي فيما كان اكس بلا نورم بلاصيها بجوج ناقص اكس. مزيان، دونك اكس بعيد نحيدها ونحط بلاصتها جوج ناقص اكس. هاي كنتم غادي معاك ايطاب باغ ايطاب، هاي اس 3 ناقص 3 عامل لجوج ناقص اكس اس 2 زائد واحد. مزيان، هادشي هذا فاش نحسبو بغيت نزيد عليه اف دو اكس خاصو يعطينا جوج مضروب ناقص واحد اللي هي ناقص جوج. مزيان، تتساوي هنايا مطابقة هامة من الدرجة التالتة، ما كنتيش حافظها حفظ ليها هي الدرجة التانية. يعني مثلا كتكون عندك أ ناقص بي الكل أس 3، ما كنتيش حافظها باش تنشرها هي أش؟ هي أ ناقص بي عامل لأ ناقص بي أس 2. أ ناقص بي أس 2 راه حافظها مزيان، نشرها وعاود نشرها على هذيك ا ناقص بي. ما كنتيش عارفه الطريقه احفظ لي ا ناقص بي الكل اس 3. يلا شنو كندير؟ ا اس 3 اللي هي 2 اس 3 هي 8 ناقص 3 ديال القاعده مضروبه في ا اس 2. اول حاجه باش ما تلفش نكتب لك القاعده هنايا، ها هي ا ناقص بي الكل اس 3، وعندنا ا زائد بي الكل اس 3. قلنا هنايا ا اس 3 ناقص 3 ا او كاري بي زائد 3 ا ناقص بي اس 3. يعني كنديرو ناقص في الاول وناقص في الاخر، الاخر فيها زائد كلشي فيها زائد، يعني ا اس 3 زائد 3 ا او كاري بي زائد 3 ا بي او كاري زائد بي اس 3. ما كنتيش حافظ هادي، بغيت نوريك واحد الطريقه سهله تعقل عليها. شوف معايا، اما هادي اما هادي بحال بحال، بغيتي دير ا ناقص بي عامل لي ا ناقص بي الكل اس 2، كان عندك زائد دير زائد زائد، وهادي راه معروفه نشرها وعاود نشرها على هادي. مزيان، دونك الناس اللي ما تحفظوش هادي يمكن لك تخدم بهذا التفكيك ديال المطابقه هامه من الدرجه الثانيه مع الدرجه الاولى. يلا رجع معايا نكمل معايا هنايا، دونك قلنا 8 ا اس 3 اللي هي جوج اس 3 هي شحال؟ هي 8 هاي ناقص 3 ديال القاعده هاي في ا اس 2 في بي. ا اس 2 هي شحال؟ هي 4 في اكس، هاي هي 4 اكس. مزيان، زائد 3 في ا فاش في بي اس 2، دونك اكس اس 2 زائد عفوا ناقص هنايا اكس اس 3 هاي. مزيان، ناقص 3 عامل يعني عندنا جوج ناقص اكس مطابقة من الدرجة الثانية هي 4 ناقص 4 اكس زائد اكس اس 2. هذا الشيء كامل بينا نزيد عليه واحد تساوي، هنا راه هي كثرة الحساب، دونك 8 ناقص 3 في 4 هي 12 لاكس زائد 3 في 2 هي 6 اكس اس 2 ناقص اكس اس 3 ناقص، هنا نشر معايا ناقص 3 في 4 هي ناقص 12، ناقص 3 في ناقص 4 هي زائد 12 لإكس، ناقص 3 في زائد إكس أس 2 هي ناقص 3 إكس أس 2 زائد 1. مزيان، يلا دابا نحسب معايا نكمل الحساب عاد ديك الساعة نزيد عليه إف دو إكس. يلا أجي معايا، اللي فيها إكس أس 3 مع إكس أس 3، اللي فيها إكس أس 2 مع إكس أس 2 تتساوي ناقص إكس أس 3، ما كايناش اختها. مزيان، تبقى بوحده اللي فيهم اس 2، عندك هنا 6 اكس اس 2 وعندك ناقص 3 اكس اس 2 هي شحال؟ هي زائد 3 اكس اس 2. مزيان، اللي فيهم اكس دابا ناقص 12 لاكس
زائد 12 اكس مشات مازن، يعني هذا مع اخوه الله يعاونهم، يعني بنشطب على هذا مع هذا. يا زين كمل معايا، 8 ناقص 12 اللي هي ناقص 4 زائد 1 هي ناقص 3، هي ناقص 3 مزيان. يعني هذا التعبير اش هو ديال اش هو اف ديال 2 ناقص اكس. مزيان، شحال بينا نزيدو عليه في القاعده؟ بينا نزيدو عليه اف ديال اكس. مزيان، يلا اجي معايا دابا نديرو اف ديال اكس. شحال بتعطينا؟ ها هي اف ديال اكس هو الدالة الأولانية. دابا هاد التعبير اللي هو ناقص إكس أس 3 زائد 3 إكس أس 2 ناقص 3 زائد إكس أس 3 هاهي ناقص إكس أس ناقص 3 إكس أس 2 هاهي زائد 1. ونحسب مع راسي، دونك ناقص إكس أس 3 مع زائد إكس أس 3 الله يعاونهم مازيان، دونك هذا مع هذا مشى. 3 إكس أس 2 ناقص 3 إكس أس 2 هي مشات مزيان. اش بقى عندنا؟ ناقص 3 زائد 1 هي شحال؟ هي ناقص 2. شحال قلنا خاصها تخرج في القاعده؟ 2 في ناقص 1 هي ناقص 2. يعني عندنا القاعده صحيحه، وبالتالي تطبيق مباشر للقاعده لقينا ان هذا التعبير اللي حسبناه هنايا كيساوي 2 في ب. يعني اشنو يمكن لي نقول دابا هنايا؟ يمكن لي نقول ان هذه النقطه اللي عندها اي اللي عندها واحد ناقص واحد مركز تماتو، دونك اي اللي عندها واحد ناقص واحد سنتر دو سيميتري فور سي اف. مزيان، وهكا غادي نكونو كملنا اش الداله الاولى. ندوزو للداله الثانيه، حتى هي تطبيق مباشر للقاعدة ونطبقو القاعدة ونخدم. بالنسبة للدالة الثانية عندنا اف دو اكس كتساوي اكس ناقص واحد على اكس زائد واحد، وعندنا اي فيها ناقص اي و اي عفوا ناقص واحد واحد. اول حاجة كنبينو في الدالة هي اش؟ هي مجموعة التعريف. يعني اول حاجة اللي خاصك تخرج هي اش؟ هي مجموعة التعريف. مازال دونك نكتبو الدالة اللي عندنا اف دو اكس كتساوي إكس ناقص واحد على إكس زائد واحد، وعندنا إي شحال في الأفصول؟ ناقص واحد، والأرتوب هو واحد. مزيان، دونك أول حاجة نخرجوها هي أش؟ هي الدومين دو ديفينيسيون. دونك دي إف كتساوي كيلكو سوا إكس أبارتيان دو إر، عندنا إكس بلوس أن ديفيرون أ زيرو، يعني إكس ديفيرون موان زا، يعني إر بغينا نحيدو منها موان زا. مزيان، يعني هذه هي د اف ديالي. اول حاجه خاصنا نتيقنوا منها هو الشرط الاول. الشرط الاول راه بحال مركز تماثل بحال محور تماثل بحال بحال. جوج فوا ا ناقص اكس كتنتمي للد اف، هذا ا قلنا اش؟ هي الافصول. الافصول في هذه الحاله واش هو ناقص واحد، يعني اش بتولي عندنا؟ جوج في ناقص واحد هي ناقص جوج، ناقص اكس كتنتمي للد اف. مزيان، يعني هنايا نحيدو القاعدة، خاصنا نبينو أن اش؟ ناقص جوج ناقص اكس تا هي كتنتمي للد اف، يعني هذا ضروري نبينو. أول حاجة رد معايا البال، اكس كتخالف ليا ناقص واحد، اكس كتخالف ناقص واحد. حنا شنو غير نأطرو؟ أن ناقص جوج ناقص اكس هي تدخل في ناقص واحد. أول حاجة عندنا اكس كتخلف ناقص واحد، حنا بغينا ناقص اكس، بغينا نضربو في ناقص اكس هنايا، عفوا بغينا نضربو في ناقص واحد، ضربنا في ناقص هنا نضربو حتى ناقص هنا، بتولي عندنا هنا واحد. مزيان، من بعد شنو بغينا نديرو؟ بغينا نزيدو ناقص جوج في كلتا الطرفين، هاهي ناقص جوج ناقص اكس كتخالف ليا واحد ناقص جوج، دونك هنايا ناقص جوج ناقص اكس كتخالف ليا واحد ناقص جوج هي ناقص واحد. يعني الشرط الثاني عفوا الشرط الاول تا هو لقيناه، اللي هو ناقص جوج ناقص اكس تا هي كتخالف ليا ناقص واحد. في الاول الدائف لقينا اكس كتخالف ليا ناقص واحد، حتى هادشي اللي خاصو يكون عندك في الشرط الاول تا هو تيخالف ليا ناقص واحد. مزيان، بينا نمشيو دابا لاش؟ للشرط الثاني، بحال كي حسبناه قبيله، اف ديال جوج ا بتعوض بناقص واحد، وهذا بي بتعوض بواحد. ها هي نهار
دونك هنا خاصك تمشي تبين اش ان اف ديال قلنا جوج في ا هي ناقص جوج ناقص اكس زائد اف ديال اكس تتساوي جوج في بي. بي في هذه الحاله هي واحد، هي جوج. مزيان، يعني اذا وصلتي لهذه النتيجه راك جاوبتي على السؤال. مزيان، يلا دابا تبع معايا ايطاب باغ ايطاب. دونك اول حاجه نحسبوا اف ديال ناقص جوج ناقص اكس تتساوي، يلا اجي معايا للداله فين ما كان اكس بتعوضه بهذا التعبير اللي هو ناقص جوج ناقص اكس. دونك هنا عندك اكس اكس بتعوض بناقص جوج ناقص اكس، هاي ناقص جوج ناقص اكس ناقص واحد على ناقص جوج ناقص و ناقص و ناقص اكس عفوا زائد واحد تتساوي. احسب معايا هنا ناقص جوج ناقص واحد هي ناقص ثلاثة ناقص اكس، هادشي مقسم على اش. هنايا ناقص جوج زائد واحد هي ناقص واحد ناقص اكس. مزيان، شوف معايا عندك ناقص واحد ناقص اكس، يمكن لك تعمل بناقص وتطلع على الفوق. الا خرجتي ناقص من هنايا هيا نمشي معاك دقة دقة، خرج ناقص هي الاولى هي واحد زائد اكس، حيتاش واحد خرجتي منه ناقص هي، وهاد ناقص خرجتي منها ناقص بقى عندك زائد هاي الفوق ناقص ثلاثة ناقص، ولا نعمل داع فوق بناقص هاي هي ناقص عامل لي ثلاثة زائد اكس. بتمشي لي ناقص مع ناقص تبقى عندك هنايا ثلاثة زائد اكس مقسمة على واحد زائد اكس. مزيان، يعني هاد التعبير اللي خرج لك في اف ديال ناقص جوج ناقص اكس خاصك تزيد عليه اف ديال اكس خاصو يعطيك جوج. يلا دابا اجي معايا اف ديال ناقص جوج ناقص اكس زائد اف ديال اكس اشنو كتساوي؟ قلنا هذا بيتعوض بهذا، هاي ثلاثة زائد اكس مقسمة على واحد زائد اكس زائد اف ديال اكس، هاي اف ديال اكس هو التعبير اللي هو اكس ناقص واحد على اكس زائد واحد تتساوي. هنايا عندهم نفس المقام اكس زائد واحد. مزيان، ثلاثة اكس زائد اكس ناقص واحد هي ثلاثة زائد اكس ناقص واحد تتساوي. اكس زائد اكس هي جوج اكس، وثلاثة ناقص واحد هي جوج، يعني عندك جوج زائد جوج اكس على اكس زائد واحد. مزيان، نكملوا هنايا. دونك هادي عمرات نشوفوا شي ورقه هنايا نكتبوا فيها. دونك هنايا نكملوا، دونك هنا عندنا جوج زائد جوج اكس مقسم على اكس زائد واحد. شوف معايا عندك واحد جوج كتعاود، يمكن لك تعمل بها جوج عامل لي واحد زائد اكس، هادشي مقسم على اكس زائد واحد. شوف معايا هنايا عندك واحد زائد اكس في البسط وفي المقام، اختازل هادي مع هادي غتبقى عندك اثنان. مزيان، اشنو قلت لك في الاول؟ خاصنا نحسبو هذا زيد على اف دو اكس كتساوي جوج. شحال لقينا حنايا فاش حسبنا هاد التعبير هذا زدنا على اف دو اكس عطانا هاد التعبير، من بعد وحدت المقام، من بعد عطانا هنايا جوج زائد جوج اكس على اكس زائد واحد، هي فين عاود كتبتها لك مزيان، عملنا بجوج اختازلنا هادي مع هادي بقى عندنا جوج. يعني هنايا داكشي اللي بغينا في هاد القاعده وصلنا ليه. يعني دابا نجاوبوا على التمرين ديالنا. اذا هذيك النقطه اي اللي عندها ناقص واحد واحد مركز تماثل، دونك هذيك لي بوين اللي عندها الافصول ناقص واحد واحد سنتر دو سيميتري بور سي اف. مزيان، يعني هنايا بالنسبه للتمرين الاول ها هو، بالنسبه للتمرين الثاني ها هي، كذلك يعني الحاله الثانيه ديال هذا المثال الثاني. يعني هنايا رجع معايا في الاول، كتبنا القاعده خدمناها في التمرين الاول، القاعده خدمناها في التمرين الثاني، داك الشيء بسيط وسهل ما كاينش مناش تخاف. يعني حاول اي حاجه عطيتها لك كثر من التمارين. عندك شي سؤال خليه ليا في الكومنتير وعادي نجاوبك ان شاء الله. كان معكم الاستاذ يوسف، نتمنى الشرح ديال هذه الفقره هذه ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساش واحد لايك
واشترك معايا في القناة وبارطاجي مع الماكسيموم ديال صحابك باش تزيد دعمني اكثر. تهلا فراسك، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.